اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، مش اخباركم؟ ان شاء الله زينين. ويكم محمد بغدادي او مونستر اتش بي، وجيتكم فيديو حلقة جديدة من حماية وما شابه. فراح اشرح لكم الحماية من التفصيل بالتفصيل الممل. نانا ف عندك تشيست، اوقف، تحمي بالتشيست. التشيست عندك تشيست بس تخليه بالقاع، راح تطلع لك حدود دائما. دائما اوقف، لازم 10 بـ10، يعني منها تحسب 10 بلوكات وتصير 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي هنا شفتوا صار. فهاي الحماية مالتك، يعني اي واحد يجي يفلش منها ما يقدر يضربك ولا يسوي اي شيء. حتى الزومبي اعتقد لا، الزومبي يقدر يقتلك. كريبر ما يتفجر بالسيرفر، تكبر المساحة ايش قد يطلع لك. طلع الشفل، وقف، لقلقت. اوكي ارجع لكم. اوكي باق، اذا راح اختفت الحماية مالتك بس تجيب الشفل الجولد وراح يطلع لك. تدوس على الحماية مالتك وتطلع لك وتتكبرها شلون. من فتحت الشفل راح يطلع لك المساحة مالتك كم بلوكة. هنا تقدر تكبر بيها، تدوس على اسمه جولستون، تدوس على كليك كليك تسحبه المسافة اللي تريدها اللي هنا وبس. هاي ما يراد شيء. واي واحد تريد تنتقل له تكتب تي بي اي واسمه اسمه اي اوكي، ويكتب تكتب تنتظر اي شلون، يعني تنتظر اكتب هاي الجملة. هي تطلع لي هي على صفحة على الدردشة، تكتب هاي وراح يعني يجيك او تجي. فصديق اللي ما عندك اي طلب من هذا وبس. هاي اي، واذا صديقك راد مشاركة بالبيت تكتب هاي الجملة تراست او اسمه بعد اسم اللي تريد تشاركه. مثلا حقف حقف مثلا وليد. هسه وليد يقدر يفلش يسوي يعني انت وياه بالبيت. بس انت صاحب الحماية تقدر تشيله، تكتب يو ان تراست واسمه وليد. وهسه شاط بعد ما يقدر يسوي شيء و yeah. اي استفسار واي شيء تعالوا على سكايب، اذا حد كتبه بنص الشاشه او هنا او اي مكان. ف بس اتمنى عجبتكم الحلقه، واي استفسار انا موجود. يلا peace.